اختتمت فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي المشترك الذي نفذته عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية، والذي استمر على مدار عدة أيام بمسرح عمليات البحر الأحمر، واشتمل على العديد من الأنشطة والفعاليات تضمنت أعمال الاستطلاع البحري للأهداف المعادية. وشارك في التدريب عدد من القطع البحرية من مختلف الطرازات، من بينها حاملتا المروحيات المصرية والفرنسية من طراز مسترال. سيادة العميد، أعود إليك مرة أخرى، من واقع خبرتك العسكرية، ما الرسالة التي يحملها هذا التدريب وهو أول تدريب يجرى في البحر الأحمر؟ أولا، هو تأكيد على العلاقات العسكرية المصرية الفرنسية، وتأكيد على أن عندما نحصل على سلاح من دولة ليس مجرد شراء منتج، ولكن هو تعاون عسكري، تعاون في التدريب، نقل خبرات، توطين تكنولوجيا فيما يتعلق بما تقوم به الترسانة البحرية من تصنيع الطراد الجو ويند أو الفرقات الصغيرة جو ويند. بتأكد أن مصر هي القوة البحرية الأكبر سواء في البحر الأحمر أو في البحر الأبيض بلا منازع. وبتأكد أيضا أن مصر مقبلة على ربما مناطق اقتصادية في سواء اكتشافات غاز أو نفط في المياه الإقليمية في البحر الأحمر ما بعد ترسيم الحدود مع المملكة، الذي يتطلب وجود الأسطول الجنوبي. وهذا يعتبر أول تدريب عالمي يعني عقب تأسيس الأسطول الجنوبي، اللي هو غير مسبوق الحقيقة أن يكون لدينا أسطولين، أسطول شمالي في البحر الأبيض وأسطول جنوبي، وتدخل مصر يعني حقل سواء الدول التي تمتلك حاملات طائرات مسترال أو الدول التي لها قواعد عسكرية زي محمد نجيب أو لها أساطيل، وما كانش في مصر على بالمناسبة في موضوع الأساطيل. ودي كلها بتؤكد، وأنا من وجهة نظر يعني مش تعاطف مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يعني ربما يحكي البعض أو يناقش بعض المجالات الاقتصادية والاجتماعية، لكن ما تحقق في المجال العسكري على مدى آخر 5 سنوات غير مسبوق، ليس برأيي أنا ولكن برأي كل خبراء العالم. مصر يعني انطلقت ربما من المركز الـ18 في ترتيب جلوبال فاير باور اللي هو متخصص في تصنيف الجيوش إلى المركز الـ8، وتكون ضمن أكبر 8 دول عسكريا، وهذا غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث والمعاصر. مشاهدينا الكرام، إلى فاصل.